RLC ونضيف معها المولد اللي هو UG. تبع معايا مزيان هنا دراسة نظرية. غادي ناخذ المولد لو جينيراتور هذا UG اللي كتساوي ك في اي، هذا هو التوتر ديالو. هنا غتكون عندي الدارة اللي هي RLC، ما كيهمش، المهم RLC كاملة سي والوشيعة ال ار مثلا والموصل اومي مثلا ار بريم اكسيتيرا، عندي كامل هذا. ناخذ هذه واحد هنا التيار، ها هو هذه غتكون او سي، تبع معايا، وهذا او بي ياك، وهذه او ار بريم. ندير هادو كاملين، يعني غادي نكتبوا هادي او سي زائد او بي زائد او ار بريم كتساوي او جي. هذا سيدي غادي نخليو حنا او سي زائد او بي شنو ار اي زائد ال دي اي سور دي تي زائد ار بريم في اي كتساوي ك في اي. نجمع هادو غتكون عندي او سي ياك زائد هادي مع هادي غتعطينا الار ار اي، ها هي زائد ال دي اي سور دي تي كتساوي ك اي. ار كنقصد بالار هنا ار هي ار زائد ار بريم المقاومه المكافئه للداره اللي كانت عندي. هادي تجي من هنا غتولي لنا او سي زائد ار ناقص ك في اي زائد ال دي اي سور دي تي ايغال زيرو. بدلالة التوتر، غير التوتر او سي، بدلالة التوتر او سي شنو تولي؟ او سي زائد ار موان كا سي دي دو اي سور دي تي، ها هي او سي زائد هادي ال سي ديكاري ياك دو او سي سور دي تي كاري ايغال زيرو. صافي وصلنا لهادي. واش هاد المعادله كتميزها الذوبة الجيبية؟ واش هاد المعادله كتميزها الذوبة الجيبية؟ جيبية شنو خص يكون عندي؟ خص يكون عندي باش تكون جيبية للحصول على تذبذبات جيبية التي تتميز بالمعادلة التفاضلية التالية. خص يكون غير هذه وهذه. فوالا خص هذه تولي ايكال زيرو. فوقاش غادي تولي ايكال زيرو؟ لما تكون ار موان كا ايكال زيرو، يعني لما نعطيو ذاك الكا كيساوي ار. هذا علاش؟ حنا كناخذوه اخر يقول لك ما هي الشروط للحصول على تذبذبات جيبية. يخص ذاك المعامل كا ديال معامل التناسب ياك خصو يكون يساوي المقاومه المكافئه للداره. هذا هو اللي كيقول لك هنا غادي نقول للحصول على تذبذبات جيبيه يا ذات المعادله التفاضليه اللي خصها تكون عندها هي او سي زائد ال سي كاري يجب على ان هذا يكون ايكال زي زيرو، يعني ار موان كا ايكال زيرو، وبالتالي كا كتساوي ار. على تذبذبات كهربائيه جيبيه ياك كهربائيه جيبيه قلنا الحصول على تذبذبات كهربائيه جيبيه المعادله التفاضليه، المعادله التفاضليه ياك تكون على شكل، كيفاش غتكون هذه؟ على الشكل الذي ياك على شكل او سي زائد ال سي دي كاري دو او سي سور دي تي كاري ايكال زيرو. معنى هذا ان هذا خصو يكون ايكال زيرو على ان ار ناقص كا ايكال زيرو، وبالتالي ك غتكون كتساوي ار. غتكون ك هي ار، يعني نظريا هذا هو الشرط الذي هذا هو الشرط انه هذا الك هذا يخصو يكون كيساوي ار كيساوي ار. كاين عاوتاني واحد بشكل اخر كنقولوا على ان هذا المولد ديال الصيانه في الحقيقه وشنو كيلعب؟ كيلعب بحال الشكل ديال الموصل
اومي لان قلنا ار اي ياك، ولكن في الحق الا درنا هنا وحتى هو عطيناه اشكال ديال الموصل اومي خص هذه الكالكون كتساوي ناقص ار، يعني بحال عنده مقاومه سالبه بحال سيدي درناه شي حاجه اللي عندها مقاومه سالبه بحال هو كيلعب بحال دور موصل اومي ولكن اللي عنده المقاومه ديالو سالبه، باش جينا ار اي مع ناقص ار اي تمشي تحيدها لنا وتبقى لنا الاخرى، يعني كي ندير مجموعه اضافيه التوترات غادي تجيني ار اي وناقص ار اي، يعني هذا هو بحال الدور ديالو غتلقاو على انه كيلعب دور موصل اومي دي مقاومه سالبه.